اهلا بكل اصحابنا اصحاب رحلتنا السعيده، واهلا باصحابي اللي موجودين معايا النهارده بحكايه جديده من حكايات ماما سماح. قبل ما ابدا الحكايه هسالكم سؤال سهل مش صعب. لو قلت لكم ايه الحيوان اللي ممكن يبقى اشجع حيوان؟ الاسد. ولو قلت لكم لو حابين نوصف حد انه شجاع نقول شجاع زي الاسد. بطل قصتنا النهارده اسد، اسمه جسور، وجسور يعني الشجاع، بابا سماه جسور يعني شجاع. لكن اصحابه وكل اللي يعرفوه سموه جسور الجبان، وهنعرف ليه بيقولوا عليه جسور الجبان. يجي صاحبه الدب دبدوب الطيب يقول له يا جسور مش انت بتحب السمك؟ يقول له طبعا، مين بيحب السمك؟ انا. يعني انت بتحب السمك يا جسور؟ يقول له جدا جدا. يقول له طب تيجي بقى معايا النهر ونروح نصطاد سمك ويطلع السمك طازه كده ونشويه وناكله؟ يسكت جسور ويقول له انا اجي معاك النهر؟ يقول له اه. يقول له طب ولو طلع لنا التمساح انا هعمل ايه؟ يقول له تمساح ايه بس يا جسور اللي هيطلع لنا؟ مفيش تمساح هيطلع لنا ولا حاجه، التمساح بعيد. يقول له لا 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 لا، ممكن المره دي بقى قريب. يعني جسور كل حاجه بيقول عليها لا لانه خايف. روح جسور البيت ولقى مامته بتقول له انا خارجه يا جسور عشان جدتك لازم ازورها لانها وحشتني. جسور قال لها انا كمان بحب جدتي قوي، وفعلا هي وحشتني كمان زي ما وحشتك يا ماما. قالت له طب ايه رايك يا جسور تيجي معايا نزورها سوا؟ سكت جسور وقال لها بس خلاص الدنيا هتبقى بالليل. قلت له طيب انا معاك يا جسور. قال لها لا 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 لا، انا بخاف تطلع لي البومه بالليل، اصل البومه دي بتنام طول النهار وتصحى طول الليل هتبقى موجوده. بلاش يا ماما ارجوكي بلاش، انا خلينا نروح بكره الصبح. قلت له لا، انا وعدت جدتك ان انا هزورها يبقى لازم هزورها. خلاص يا جسور خليك في البيت، انا عارفه انك من الاول مش هترضى تيجي معايا. جسور زعل انه زعل ماما، بس في الوقت نفسه مش قادر يتغلب على الخوف ده، مش قادر انه يعني يشجع نفسه كده يقول ايه طب انا هروح، خلاص انا هروح. حاجه غريبه جدا الخوف ده، ممكن حد يبقى خايف يعني على طول كده حتى لو مامته او بابا معاه؟ لا. لما زعل جسور قوي كده فكر وقال ليه انا مش شجاع؟ ليه كل اصحابي بيقولوا عليا جبان؟ طيب انا لازم انزل في الغابه ادور على الشجاعه، شكلها ايه الشجاعه دي؟ نزل جسور وفضل ماشي في الغابة الصبح، مشي مشي مشي، وفجأة يا أصحابي سمع صوت مزعج جدا جدا. إيه ده؟ إيه الصوت العالي ده؟ يا خبر، الضفدعة كانت عمالة تغني. صوت الضفدعة حلو؟ لا. ممكن الضفدعة تغني ويبقى صوتها حلو؟ لا. جسور قرب منها قال لها إيه ده؟ أنت صوتك عالي قوي ومزعج قوي، أنت مش خايفة إن صوتك ده يخلي ناس كتير من الحيوانات والطيور جيراننا في الغابة تبقى حاسة إنها متضايقة ومش عارفة تنام؟ قالت له إيه؟ قلت إيه؟ أخاف؟ لا يا جسور، أنا مش جبانة زيك، أنا شجاع. سكت جسور وقال هي دي الشجاعة؟ لا طبعاً، دي مش شجاعة، دي أنانية، إن الضفدعة بس عايزة تغني وما يهمهاش إن صوتها العالي المزعج ده ممكن حد يبقى تعبان، حد عايز ينام. جسور مشي وسابها وقال لها لا 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 لا، مش ممكن ابدا تكون دي الشجاعه، الشجاعه اكيد حاجه تانيه غير كده. مشي 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 جسور وفجاه اخ، ايه اللي وقع على راسي ده؟ يا خبر، ايه ده؟ راسي بتوجعني. وقع جسور وبص في الارض، عارفين لقى ايه؟ ايه؟ لقى ثمره جوز هند وقعت على راسه. بص فوق لقى مين اللي فوق الشجره؟ القرد. اكل ثمره جوز الهند وهوب راح رميها، وقعت على راس جسور. قال له ايه ده؟ انت ازاي تعمل كده؟ في حد يعمل كده؟ مش في سله مهملات لو كلت حاجه وعايز خلاص كلتها عايز ترمي القشره بتاعتها ترميها في السله؟ انت مش خايف انك تعور حد؟ القرد ضحك وقال له ايه؟ قلت ايه؟ خايف؟ انت فاكرني زيك يا جسور؟ لا طبعا انا ما بخافش، انا اكل في الوقت اللي انا عايزه في المكان اللي انا عايزه، وارمي ثمره جوز الهند وقشرتها في المكان اللي انا عايزه، انا شجاع. دي الشجاعه؟ لا. قولوا لي بقى تقولوا علي ايه؟ أناني. أناني، بياكل في أي مكان ويرمي القشر بتاع جوز الهند أو أي حاجة بياكلها، أو حتى الموز. طب إحنا الموز لما بيقع على الأرض وحد يدوس عليه بيحصل له إيه؟ بيتزحلق. وما يهمناش؟ لا. حتى لو مش بيتزحلق مش هي هتوسخ الأرض؟ أوه. مش إحنا لازم نحافظ على نظافة المكان اللي إحنا فيه؟ أوه.
كده هو بتنادي. سكت جسور وقال دي برضو الشجاعة؟ لا دي مش شجاعة. لا أنا طول النهار ماشي بدور على الشجاعة مش عارف ألاقيها. أنا خلاص هرجع البيت وهفضل بقى زي ما أنا جسور الجبان أدام ما لقيتش الشجاعة. فضل جسور ماشي لحد ما وصل البيت، وأول ما دخل البيت يا أصحابي سمع صوت آه آه يا رجلي آه. مين بقى اللي كان بيقول كده؟ مامته. مين؟ مامته. مامته؟ ماما مالك يا ماما؟ قالت له يظهر ان انا وقعت ورجلي وجعتني بس بتوجعني قوي يا جسور. قال لها طيب يا ماما نشوف الدكتور. قالت له بكره بقى خلاص الدنيا هتليل. قال لها وتفضلي متألمه؟ قالت له طب اعمل ايه؟ انا مش هقدر اساسا امشي، يعني انا هحاول كده واحده واحده امشي بالراحه بس بالليل ما اقدرش اخرج امشي بالراحه، ممكن اقع في الضلمه. تفتكروا جسور يعمل ايه لما الاقي ماما تعبانه؟ يطلع يجيب الدكتور. بس هو بيخاف من الضلم، يروح. طب وبعدين اعمل ايه ماما تعبانه وانا لازم اتصرف، ماما تعبانه. فجاه جسور قال لها ماما. قالت له ايوه يا جسور. قال لها انا رايح اجيب الدكتور. قالت له بيت الطبيب الجمل بعيد قوي يا جسور، ولازم هتمر على النهر اللي انت بتخاف تعدي من جنبه، ولازم هتمشي في الغابه اللي انت بتخاف تمشي بين اشجارها بالليل. يا جسور خليك، انا عارفه انك ما تقدرش تعمل كده. لا. لكن قال لها لا يا ماما انا هقدر، انا ان شاء الله هقدر. خرج جسور من البيت وهو كله حماس، وطول ما هو ماشي سمع صوت مين بقى في ودانه بتتألم؟ ماما. عدى من جنب الشجره لقى الماما واقفه فوق بتقول له جسور بس قالت له ما تخافش انا هفضل طايره فوقك عشان احميك، احنا كلنا حواليك، كلنا بنحبك، كلنا فخورين بيك عشان انت خرجت في الضلمه وما خفتش. مشي جسور وعدى جنب النهر. مين اللي كان بيخاف يطلع له هو في النهر؟ التمساح. طلع التمساح وقال له يا جسور اوعى تخاف، انا طلعت بس عشان اقول لك ان انا هفضل اعوم جنبك طول ما انت ماشي عشان احميك واحرسك. يعني البومه طايره فوقه، البومه طايره فوق جسور، والتمساح عايم جنب جسور وهو ماشي. جسور كده يبقى بقى مطمن ولا خايف؟ مطمن. بس هو اساسا خرج وهو مش خايف من اي حاجه تقابله، لانه خايف على مين؟ مامته. على ماما. فضل جسور ماشي لحد ما وصل عند بيت الدكتور اللي هو الجمل. خبط على الباب فتح الجمل. تفتكروا الجمل اول ما يشوف جسور بقى يعمل ايه؟ يتبسط ويستغرب. برافو عليكم، يتبسط ويستغرب. قال ايه ده جسور؟ بص كده وراه قال له فين ماما؟ قال له ايوه انا جاي لوحدي، ماما تعبانه ارجوك تيجي معايا تشوفها. قال له انا مش مصدق يا جسور، انت مشيت في الغابه بالليل لوحدك؟ يقول له ايوه انا مشيت لوحدي بالليل، لان طول ما انا ماشي سامع صوت ماما وهي بتقول اه، ما كنتش سامع لا صوت الخفاش ولا صوت البومة ولا صوت أي حاجة من اللي أنا بخاف منها. صوت ماما وهي بتتألم كان الحاجة الوحيدة اللي مدياني حماس إن أنا لازم أنقذها. الجمل قال له حالاً أنا جاي معاك عند ماما. خرج الجمل ومعاه جسور ومشوا لحد ما وصلوا لبيت جسور، ودخل جسور البيت. الجمل قال له دلوقتي هتلاقي ماما خفت، كل الألم اللي ماما كانت حاسة بيه صدقني دلوقتي هيبقى سعادة، لأن الأمل اللي كانت بتحلم بيه طول عمرها اتحقق بس النهاردة. هقول جسور أنت فعلاً رحت وجبت الدكتور؟ قال لها أيوة يا ماما. الدكتور طهر الجرح اللي كان في رجل ماما، كشف عليها، قال لها أنا عارف أن أنت دلوقتي الألم مش حاسة بيه زي الأول، لأن خلاص جسور حقق لك كل حاجة أنت كنت نفسك أنها تحصل. جسور النهاردة بقى شجاع. جسور كان فرحان وقال لماما وقال للجمل أنا ما بحبش كلمة الخوف دي أبداً، أنا خلاص ما عادش حد هقول عليا جبان وما عدتش هقول تاني خالص أنا بخاف. قال له على فكرة يا جسور الخوف مش دايماً حاجة وحشة، خوفك على الناس اللي بتحبهم هيخليك دايماً تتصرف كويس عشان ما تزعلهمش منك، خوفك النهاردة على ماما كان هو السبب اللي خلاك تبقى شجاع، خوفك كمان من إنك تبقى مش شاطر هيخليك دايماً تعمل كل حاجة حلوة عشان تبقى شاطر. يعني احنا مثلا في المدرسه خوفنا ان احنا نجيب درجات مش حلوه هيخلينا دايما نعمل ايه؟ نبقى احسن، ودايما نعمل ايه؟ نذاكر. ايه رايكم بقى في جسور؟ حلو.
جسور في الآخر بقى شاطر ولا لأ؟ شاطر. أصحابي دي كانت قصة جسور الجبان، بس جسور لسه جبان لحد دلوقتي؟ لا. يعني ممكن نقول عليه جسور الشجاع؟ طيب الخوف اللي كان دايماً مسيطر على جسور، هل الخوف ده دايماً حاجة وحشة؟ لا. طب إيه الخوف الحلو وإيه الخوف الوحش؟ الخوف الحلو إن إحنا نخافش ونخاف على بعض، إن إحنا نخاف نزعل حد بنحبه، فدايماً نعمل الحاجات اللي تخليه مبسوط مننا. إن إحنا نخاف إن إحنا نجيب درجات مش كويسة، فدايماً نبقى عايزين نذاكر ونعمل الواجب ونعمل كل حاجة مطلوبة مننا. ده الخوف الحلو. لكن الخوف الوحش هو الخوف اللي كان مخلي جسور مش عايز يلعب مع الدب، خايف يخرج مع ماما يزور تيتا. من اليوم ده جسور اتغير كتير يا صحابي، بقى الصبح يخرج مع صاحبه الدب، يروحوا شوية يصطادوا ويجيب لماما السمك، ماما تعمل له أكل حلو قوي، ومرة تانية يروح مع الجنينة يلعبوا بالكرة ويبقوا مبسوطين وهما بيجروا ورا بعض في الشمس والجو الجميل. ماما كانت مبسوطة جداً بجسور، وكل أصحابه كمان كانوا مبسوطين منه، وعرفوا إن جسور بقى جسور الشجاع مش جسور الجبان، وعرفوا كمان إن جسور كل الحاجات اللي كان بيخاف منها ما بقاش خلاص بيخاف منها. دي كانت قصتنا النهاردة، جسور الجبان. إيه بقى اللي عجبنا في القصة؟ إن هو تحدى جسور ومشي بالقلعة عشان يجي بالدكتور لمامته وساعد مامته. إنه ساعد مامته، حلو قوي. اللي هو اجتهد إنه يساعد مامته عشان تخف، حلو قوي. هو ما خافش من حاجة بالليل، ما خافش من حاجة بالليل، وعشان ينقذ مامته خرج في الضلمة. كل دي حاجات جميلة جدا، كل دي حاجات أي حد فينا ممكن فعلا لو كان في مكان جسور وماما بعد الشر تعبانة لازم بسرعة من غير ما يفكر هيعمل أي حاجة عشان يخفف الألم عن ماما وينقذها. أصدقائي، أتمنى قصتنا النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماح.